أنا اليوم سعيد باستقبال زميلتي وصديقتي كاترين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الجمهورية الفرنسية. كاترين كولونا كتعرف المغرب، وجات له في أكثر من مناسبة وبصفات مختلفة، ولكن هذه أول زيارة لها كوزيرة الخارجية الفرنسية إلى المغرب. لهذا فهذه الزيارة هي مهمة ومهمة جدا، باعتبارها أول زيارة للسيدة الوزيرة إلى المغرب. مرة أخرى مرحبا بك في هذه الزيارة. الزيارة لها أهمية خاصة كذلك من منطلق أنها تأتي في إطار تحضير للقاءات على أعلى مستوى بين البلدين خلال بداية السنة، خلال 3 أشهر الأولى من السنة المقبلة، وتأتي كذلك من منطلق الأهمية الخاصة ليوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقة التقليدية المتجدرة مع الجمهورية الفرنسية. لقاءنا اليوم كان مناسبة باش بتعليمات من جلالة الملك ومن فخامة الرئيس باش نشتغلوا على التحضير لهذا الاستحقاق اللي غيكون على أعلى مستوى، ولكن كذلك كان مناسبة باش نشوفوا واقع العلاقة بأسسها الصلبة، بمظاهرها المتعددة والمتنوعة، ولكن كذلك ببعض الإكراهات اللي مرة كتواجهها وكيفية التعامل معها. كنظن بأن نقاشنا اليوم حول العلاقات الثنائية وضح بأن هناك تطابق في وجهة النظر، تطابق حول الرؤية لتطور هذه العلاقة انطلاقا من تعليمات جلالة الملك محمد السادس، ولكن كذلك بين بأن هناك طموح مشترك لهذه العلاقة وكيفية تطويرها. تحدثنا كثير حول الجوانب المختلفة اللي يمكن تشكل قاعدة لتطوير العلاقة، وتحدثنا كذلك حول كيفية إعادة إحياء آلية التعاون سواء الموجودة بين وزارتي الخارجيتين أو الآليات التعاون والتنسيق المختلفة بين البلدين. كان الاجتماع كذلك مناسبة باش نتحدثوا على بعض القضايا الإقليمية اللي كتهمنا خاصة في غرب إفريقيا وفي الساحل، وغادي نتحدث أكثر حول القضايا الإقليمية بعد قليل كذلك في غداء العمل اللي غادي نديروه، لأن بين المغرب وفرنسا كاين كذلك رهانات مشتركة وكاين تحديات مشتركة في مناطق مختلفة من العالم اللي تعاملنا كيكون فيه نوع من تبادل وجهات النظر، وفي بعض الأحيان نوع من التنسيق كذلك حول مجموعة من هذه القضايا سواء في منطقة شمال إفريقيا في الشرق الأوسط أو في القارة الإفريقية. إذن فهذه واحد المحطة مهمة في أفق تحضير الاستحقاقات المقبلة وفي أفق القفزة النوعية اللي كينتظر الجميع في العلاقات الثنائية. شكراً.